حديث عن المرور والحركة، أنا عايز أتكلم على الأتوبيسات الجديدة سيادة المحافظ. أولاً التمويل، وثانياً التشغيل، وثالثاً بقى كان في مشكلة أن أنتوا قلتوا هيبقى نص الأتوبيسات دي هيتم تحويلها أو تشغيلها بالغاز الطبيعي، وإحنا أصلاً عندنا مشاكل في موضوع الغاز. فضل. إحنا عندنا بالنسبة للنقل الجماعي في اتجاهين، اللي موجود حالياً بنحاول نحسنه ونحافظ على التعريفة الموجودة وإن كانت منخفضة قوي، يعني عايزه رفع بنسبه محدوده، وفي نفس الوقت قصادها يبقى في تحسين للخدمه. تمام. فده احنا بنعمله مع الشركات المتعاقده معانا، والغينا التراخيص لعده شركات غير ملتزمه، بنديها ترخيص بخط تمشي على خط تاني يكون اكثر ربحيه له، ويسيب خط احنا عايزين الناس نوفر لهم خدمه فيه، بالذات في الاقاليم، اللي جاي من اطفيح، اللي جاي من الصف، اللي جاي من أبو النمرس، حاجات يعني من الأقاليم وجاي الجيزة الحضرية، فالناس دول بياخدوا الترخيص ويستخدموه في مكان تاني، فدول احنا بنلغي وبنقول لهم انتوا عندكم مهلة للالتزام، ما التزمتوش مش هيرجع لكم الترخيص تاني. احنا حاليا بنعد لطرح خطوط جديدة وخطوط لها جدوى اقتصادية، يعني أضرب مثلا مثال مثلا من زايد 6 أكتوبر، مول العرب، مثلا جهينة، جامعة القاهرة، التحرير، بناخد مثلا من الصف، المنيب، جامعة القاهرة مثلا بالنسبة للأقاليم. هذه الخطوط انتوا اللي هتشغلوها عليها ولا إقبال؟ قطع خاص؟ احنا بنطرحها كتراخيص وخدمة بأتوبيسات، يا إما 51 راكب أو 26 راكب. الشركات اللي عندها إمكانيات هذه الأتوبيسات، وطبعا بنسمح بخدمة تكييف في الأتوبيس، فده طبعا هيبقى لها تعريفة مرتفعة على شوية بس جزئياً، لكن خدمة محترمة، بنقدم مستويات مختلفة من الخدمة. وده يعني أسلوب جديد بتنتهجه المحافظة عشان تدي شرايح مختلفة وتحفز شركات بتقوم بالنقل الجماعي انها تشتغل مع المحافظه. دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه، طبعا الحديث لا ينتهي في ملف المشاكل والهموم، وايضا انا شايفه في تطوير وفي انجازات يعني قمتوا بيها، نتمنى ان شاء الله المزيد يا سياده المحافظ. حضرتك عارف ان المواطن المصري عايز يشوف حاجه بتحصل، عايز يشوف حاجه بتتحقق على الارض تصب لصالحه، فلو عايز كلمه اخيره للناس اللي بيقول لك لا لسه البلد ما ظبطتش، فين على قدر محافظه الجيزه مثلا، لا احنا المشاكل زي ما هي ما اتحلتش قوي، تقول لهم ايه؟ أنا بقول يعني خلال الفترة الماضية في مشروعات إسكان تمت وأنجزت، في طرق كثيرة في الجيزة رصفت وفي طرق بتترصف، في منشآت صحية تحسنت في مستشفيات، على الأقل إضافة أسرة في الرعاية المركزة. بقول إنه الجيزة كمحافظة فيها إنجاز في مجالات مختلفة، ولكن هذا الإنجاز مع القدر بتاع الاستقرار بتاعنا بيتحسن، الأمن في الجيزة أيضا بيتحسن، المستوى الخدمة المقدمة احنا حريصين على أنه يتحسن مع الوقت، لكن الإمكانيات الموجودة ضعيفة إلى حد ما، احنا بنحاول أن احنا نزيد من هذه الإمكانيات عشان نقدم في أقرب وقت ممكن للمواطن خدمة جيدة. هنصبر عليكم بس إن شاء الله نشوف شاء الله. يعني شغل أفضل قريب قوي. شكرا لحضرتك.